مشاهدينا الكرام، تنضم إلينا مراسلة زاغروز في أربيل زينب علي لتتحدث لنا عن افتتاح الدورة 14 لمعرض أربيل الدولي للبناء والإعمار بمشاركة 365 شركة من 38 دولة وإقليم. نعم زينب، مساء الخير عليك، ما جديد العاصمة أربيل؟ طيب، طبعا افتتح اليوم معرض أربيل المختص بالإعمار والإنشاءات. طبعا هذا المعرض افتتح بمشاركة أكثر من 300 شركة أجنبية ومحلية من مختلف الدول، ما يقارب يعني 18 دولة شاركت في هذا المعرض. طبعا يعتبر هذا المعرض من المعارض المهمة في إقليم كردستان. طبعا الشركات التي مشاركة في المعرض تطمح بالحصول على عقود عمل طبعا في القطاع الخاص والعام للحصول على مشاريع للاستثمار والإعمار في إقليم كردستان. نعم، طبعا هذا المعرض هو بدعم من حكومة إقليم كردستان. تستمر أعمال المعرض من اليوم 21 أيار لأربعة أيام حتى 24 من أيار الجاري. الشركات هنا طبعا هي شركات عملاقة ورائدة في موضوع الإنشاءات والإعمار. طبعا يعتبر هذا المعرض هو الذي ينطلق من العاصمة أربيل كبوابة للعراق بشكل عام، ويشكل أهمية كبيرة للاقتصاد إقليم كردستان والعراق بشكل عام. إذن من هولير زينب علي، شكرا لك.